السوبرفيشال بالمر ارش لما اجي اتكلم عليه اقول ده امتداد الالنر ارتري، او طبعا ده الاساس فيه، لكن طبعا بياخد ارتري برانش من الراديال ارتري، هنا اسمه سوبرفيشال بالمر برانش من الراديال ارتري، لكن هو الاساس طالع من الالنر ارتري. طبعا الالنر ارتري كان مداني ديب برانش برضو، لكن الامتداد الالنر ارتري هو السوبرفيشال بالمر ارش. السوبرفيشال بالمر ارش واضح ان هو سوبرفيشال للتندونز اهو، وبعدين اكمنه بيبقى قريب من الفينجرز، فبيدي 3 ارتريز، ادي 1 2 3 اللي اسمهم بالمر ديجيتال برانشز، بالمر ديجيتال برانشز طالعين من سوبرفيشال بالمر ارش. وفي ارتري اهو واحد تاني، ارتري on the medial side of the little finger، artery تاني يمشي على medial side of the little finger. يبقى superficial palmar arch بيمشي superficial للتندون و on the hand superficial للمسلز والتندونز بتاعت الهاند، ومتكون اساسا من الالنر artery، وبيدي 3 برانش اسمهم palmar digital branches، وبيدي artery on the medial side of the little finger.